أذكر مرة ضرب لي واحد صديق من ولاية بعيدة وقال لي الحق الدكتور فلان قفل على نفسه وفي حالة خطر واحنا خايفين عليه لينتحر. والدكتور فلان ده راجل كبير جدا ونافع جدا وحكيم جدا وسخي جدا، في فضائل حلوة قوي، وكان صديق لأبونا بشير كامل، يعني من الناس المعتبرين. قال لي أرجوك الحقه لأنه قفل على نفسه وجميع أصدقائه وأحبائه مش قادرين يوصلوا له، وغالبا يعني يأس من الدنيا، صعب علي قوي. ضربت له تليفون رد علي بجفاء شديد، واحنا بينا وبين بعض دالة كويسة، زيك يا فلان؟ قال كويس، عاوز ايه؟ مش عادته. قلت له عاوز اطمن عليك. قال لي قول لي اللي انت عاوزه عشان انا ما، واللي تقول لي عليها اعمله عشان ما حدش يلومني. معرفش ايه اللي جه في بالي لانه عمال يقطع عليا في الكلام. قلت له طب ارجوك تعمل اللي انا بقولك عليه. قال لي اه. قلت له هات نوتة فاضية واكتب لي فيها، اقعد افتكر تاريخ حياتك من طفولتك واكتب لي الخير اللي عمله معاك المسيح. قال لي ده وتعمل لك ايه دي؟ قلت له يا اخي انا عاوز حاجة، عاوز، انت مش قلت لي تعمل اللي انا عايزه؟ قال لي وبعدين؟ قلت له ولا حاجة، كل ما تفتكر المسيح عمل معاك خير، كل ما تروح بذهنك لأوقات اللي انت عشتها وتشوف الخير اللي عمل المسيح اكتبه، وإذا لقيت حاجة تشكر عليها يعني. قال لي طيب خلاص حاجة تانية؟ قلت له لا متشكر. قفل السكر. بعد يومين اتنين لقيت تليفون بيرن بارد، لقيته أبونا زيك، شخص تاني. قلت لي، قال لي روشيتا نفعت، الشكر اللي قدمه ورجع بذهنه لأعمال الله معاه والخير المسيح عمله معاه مدى الحياة، رجعه لنفسه ورمى التجربة اللي كان فيها صعبة دي حطها على ربنا. الشكر يخفف مصاعب الحياة. حلو الواحد يقعد يفتكر، يقعد مع نفسه بعيد عن الناس ويفتكر ربنا عمل معاه ايه وايه 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 وايه، يقول يا رب ده كتير قوي.